زعيم التيار الصدري يدعو لمقاطعة الانتخابات أو انتخابات مجالس المحافظات للتقليل من شرعيتها داخليا وخارجيا أيضا. أولا، كيف تقرؤون هذه الدعوة وكيف تتوقع أن تكون أصداء هذه الدعوة في الشارع العراقي؟ أولا أرحب بك وبضيفك الكريم وبمتابعيك الكرام. حقيقة هي جاءت الدعوة تأكيدا للموقف السابق لسماحة السيد مقتدى الصدر وانسحابه من العملية السياسية وعدم الانخراط في أي رأي سياسي طوال سنة كاملة نتيجة لتأريخ مليء بالإخفاقات من قبل الكتل السياسية، مليء بالفساد، مليء بتقديم تضحيات كبيرة. هذه الكتل السياسية مكلفة جدا للمواطن العراقي، مكلفة بعدد الأرواح التي ذهبت نتيجة التفجيرات، نتيجة الحروب، وأيضا مكلف من ناحية الأموال. مليارات الدولارات هربت وسرقت ولا يوجد هناك نظرة باتجاه إيقاف ما يحدث أو إيقاف نزيف المال العراقي. هذا الموضوع يجب أن يتخذ من خلاله موقف سياسي، وكان موقف سياسي سيد مقتدى الصدر اليوم على اعتبار أنه رافض للمحاصصة، رافض لتوزيع تركة العراق، توزيع ثروات العراق ما بين الأحزاب، خصوصا أن هناك حكومة تشكلت منذ سنة ولحد هذه اللحظة إداء هذه الحكومة سيء بالمجمل. الإداء البرلماني سنتين سيء بالمجمل. نشوف أنه جلسات البرلمان كل دورة انتخابية، كل فصل تشريع نجد 3 أو 4 جلسات وتناقش قوانين لا تهتم بالواقع المعاشي للمواطن العراقي، وعليه عملية سياسية. أحزاب تنظر نظرة انتهازية باتجاه المال العراقي، باتجاه ثروات البلاد، باتجاه الاستحواذ عليها، باتجاه ترميم أحزابها. نعم. تكون هناك قوة اقتصادية لهذه الأحزاب من أجل السيطرة على الواقع السياسي والواقع الانتخابي واستخدام هذا المال لشراء الذمم. إذن عملية سياسية ميتة بالمجمل تحتاج إلى إنعاش. هذا الإنعاش يقدمه السيد مقتدى الصدر للعراقيين، عليهم مقاطعة هذه الانتخابات والانتخابات التي بعدها حتى ترجع الكتل السياسية إلى وعيها وتنظر إلى المواطن العراقي كيف يعيش حالة مزرية طوال 20 سنة.